إذا كما أسبق وذكرنا يوم أمس، حضر معنا الدكتورة إلهام المرضية أخصائية في الطب الرياضي بالمركز الصحي الحي الإداري تلال بمكناس. يوم أمس تكلمنا دكتورة على أهمية الرياضة في الوقاية من الأمراض المزمنة. اليوم غنتقلوا للحديث على شيء آخر وهي التوجيهات الصحية للممارسة السليمة. أكيد شهور كاملين ولا بأس نشيروا التف في هذا الشهر المبارك، وخا حنا على أبواب العيد الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة إن شاء الله. شكرا أختي دنيا. أولا الحمد لله على الرياضة اللي عندنا في هذا رمضان. الحمد لله على الرياضيين المغاربة كيكسروا عندنا في رمضان. الحمد لله هذا شيء جميل. الحمد لله. وكنعرف بغيت أنني نعرف أولا بالأنواع ديال النشاط البدني ربما باش إلا بغينا نوصلوا لواحد نتائج مزيانة ونقدروا نفهموا هاد النصائح فين البعد ديالها، غادي نعرفوا بالأنواع ديال النشاط البدني. بطبيعة الحال كاين واحد النشاط اللي غنعتبروه ضعيف كالماشي، الواحد كيتمشى ويحبس أو لا ماشي لمسافات قصيرة، غادي نعتبروه كيكون عندنا واحد المستوى عالي، بحال مثلا نعطيو داك الوتب العالي ولا الجري ديال 100 متر ولا حمل الأثقال أو وكاين المستوى اللي كنعتبروه متوسط وهو اللي شرنا له في الحلقة البارح أخت دنيا، كمثلا السباحة، الركض الخفيف، ركوب الدراجات يعني التنس. وعلى حساب دائما كنخليو الرغبة الشخص في الاختيار الرياضة اللي كيبغيها. بطبيعة ما ننساوش على أن هاد المستوى المتوسط راه كتدخل فيه حتى بزاف الأنشطة يومية، راه ماشي ضروري تكون عندنا واحد الرياضة منتظمة في وسط واحد القاعة ومؤطرة. مثلا الأعمال المنزلية، الأعمال الفلاحية، غسل السيارات، نطلعوا ونهبطوا في الدروج لشي واحد اللي ساكن في الطبقة الخامسة ربما في سانكيام إيتاج، يعني هذا في حد ذاته راه في حد ذاته نشاط بدني اللي كنحسبوه حتى هو واللي حتى هو الحمد لله كيكون عنده الإيجابيات ديالو. وكنعاود نعرف بالنسبه للمستمعين اللي التحقوا بنا على ان النشاط البدني اللي عنده ايجابيات على مستوى المراقبه والعلاج ديال الامراض المزمنه راه هو الجهد المتوسط اللي كيمشي واحد 5 المرات في الاسبوع تقريبا 30 دقيقه، واللي كنحاولوا نزيدوا جوج حصص ديال لو رونفورسمون مسكولير. قدرنا نزيدوا على هاد الشيء هذا تبارك الله، ما قدرنا شيء الحاله اللي رحنا وصلنا لها قدروا نزيدوا عليها، نزيدوا نحرقوا واحد 1000 كيلو كالوري على شلة. داك دائما كتكون بالإيجابيات باش كنبعدوا من داك الوضع الخمولي وبالخصوص الخمولي القلبي كيف ما شرحنا البارح. نعطي مثال، مثلا درنا واحد 40 دقيقة المشي راه كنحرقوا فيها واحد 250 كالوري تقريبا، ربما شي واحد الوليدات اللي كيلعبوا الجومباز راه كنوصلوا حتى 400 كيلو كالوري في هاد 40 دقيقة. كرات المضرب مثلا غنقدروا نوصلوا حتى 450. درنا ان جوغين يعني واحد الجري اللي خفيف شي شوية يعني كنوصلوا حتى 700 كالوري، ما هذا باغي يكون غير بالايجابيات. وبطبيعة الحال كتكون دائما اللي كنبغيوها تكون كنبغيو هاد الكالوريات يمشي، ولكن نبقاو دائما مرتبطين المتعة النفسية وخصنا هذيك النشوة اللي كتكون دائما عند الرياضيين نبقاو محافظين عليها، ما يكونش واحد الجهد واحد العناء كبير. الكمية تاع النشاط البدني اللي مطلوبة بالنسبة للناس كاملين ربما غادي نزيدوا عليها شوية عند الأطفال، لأن الأطفال غادي نبغيو على الأقل وبالخصوصا حتى المراهقين راه ما غاديش نقول لهم نتوما ديروا لي 30 دقيقة في النهار، بالعكس راه غادي نبغيو واحد 60 دقيقة على الأقل، هذا كحد أدنى. نتاع يمشيو بواحد الوتيره متوسطه او حتى الوتيره اللي مرتفعه الشده، لان الحمد لله ديك الساعات كيكونوا باقيين شباب محتاجين الحركه ومحتاجين اليقظه اكثر، وهذا الشيء يقدر يكون متفرق ولا متسلسل يعني بالنسبه لينا ماشي اشكال. غادي نعتبروا الحاجه الاولى شحال ما كثرنا من هاد لي سبور اللي كنسميهم لي سبور دونديورونس او لا الانشطه الهوائيه، علاش؟ لان هي اللي كتعطينا واحد الطاقه ديال التحمل واللي هي اللي كتعطينا الافاده لا على المستوى الجهاز العضلي ولا على صديق لو سيستيم اوستيو ارتيكولير، هادو كلهم كتكون بالافاده عليهم هاد النوع ديال الانشطه اللي نبغي الناس يحتاطوا له. قبل ما غنمشي ندير واحد الرياضه خصني واحد نرد البال للطقس ديالي ورد البال للباس ديالي. فاللي كنبغي هو مثلا اللباس خصني ضروري من الملابس تكون قطنيه، وهنا كنفتح القوس ديال الملابس البلاستيكيه او ما يعرف بلازم بيرميابل، لان هادو عندهم الخطوره ديالهم اكثر ما هو الربح ديالهم. لان الداس ديالنا كتعرق، كندير مجهود عضلي كنعرق،
كنت لابسه فوق ذاتي واحد الميكا فداك العرق كيهبط. اذا غير كنعيي القلب ديالي وما كان ما كنستافد حتى شي حاجه من الرياضه، بالعكس غنخاف من المخاطر خصوصا الا كان الجو حار بحال هاد الايام هادي. نعم. وبالنسبه للحذاء الراعي والحذاء، يعني الحذاء خصو يكون رياضي والا غنعطيو مشاكل على العظمه ديالنا وعلى لي سيركيلاسيون ديالنا، وخصوصا بالنسبه لمرضى السكري حتى هما خصنا نحتاطوا من الحذاء باش ما كنطيحوش مشاكل. كما قلتي ما كيكونش عندهم الم ما كيحسوش به، فالواحد ياخذ الاحتياط في هاد المسائل هادي طبعا، لان ما غيكون صعوبه حتى في العلاج ديالو. هادشي علاش كنأكدوا على هاد النقطه بزاف. كنأكد ايضا على شرب الماء، علاش انا ضحكت في الاول اخت دنيا فاش قلنا ان الرياضيين كيكثروا عندنا شي شويه في رمضان، لان راه خطر كبير هاد الرياضه وهاد الكم ديال الناس اللي كيمارسوا لنا الرياضه في رمضان وفي اوقات غير مناسبه وحنا صايمين وربما في لافان ديال لا جورني وعلى مشارف المغرب. نعم. فالداس ديالنا كنعطيوها واحد الاصول منعكسه. نعم. كثر ما راني كنربح، بالعكس هادو مخاطر كثيره. فشرب الماء، شرب الماء انا رجل انا صايم ما كنشربش الماء، ذاتي خصها واحد الطاقه كتحرقها كتحرق ديك الطاقه، ضروري باش نحرق غير واحد الغرام ديال الجليكوز كنحتاج له الماء، كنحتاج واحد الكميه مهمه ديال الماء، وفينا هو هاد الماء وحنا صايمين. اذا غادي نرجعوا بلاتي الناس ديال رمضان باش ما يتبسوا شي معايا، غادي نهضروا على شرب الماء بصفه عامه. خصو يكون قبل الرياضه وسط المجهود العضلي وبعد المجهود العضلي، لان مازال الداس ديالنا كتحرق من مور المجهود العضلي. خصنا نراعيو الظروف، عندي النهار كله بين يدي ما غنعزلش الوقيته اللي غتكون حاره باش نمشي نمارس الرياضه، بالعكس غادي نصحو في الصباح باكر نجو لي كل شيء شويه مبرد اولا في العشيه ولا شويه فاش كتبدا تغرب الشمس، ولكن بدون صيام في هذه الحاله. وغادي ضروري نحاولوا نافيتاو فاش تكون الحراره مرتفعه، ما كنعتقدش لان الرياضه مهمه، لان تما كيكون عندنا واحد لو ريسك نتاع سكون ابل لي بيغتيرمي مالين ديفور، وهذا واحد الخطوره كبيره وكنشوفوها عند الرياضيين. نعم. خصوصا في المناطق الصحراويه. او حاجه اخرى غننتبهوا للاكل ديالنا، التغذيه والرياضه هذا واحد الموضوع اللي غنطرقوا له بوحدو، ولكن غادي ناكد بان ضروري نكون حبست الماكله ديالي واحد ساعتين على الاقل قبل ما نمارس الرياضه، وخصوصا نبتعد على المواد الدسمه، لان الا كنت كناكل انا الحاجه اللي دام راه كنصعب عمليه الهضم فاش كنكون كنمارس الرياضه. الا لاحظتي اخت دنيا راه غالبا غتكون وقعت الجميع فينا كتمارس الرياضه وكتحس بواحد الحريق في الجنب ديال اليسر، فبطبيعه الحال انك كتعذب لا المسار ديالك ولا المعده ديالك، لان ديك الطاقه اللي غتمشي باش تتم عمليه الهضم كتطلع العضله والهضم كان بلوكيو شي شويه، ما كيكون ايجابي لا على مستوى الجهاز الهضمي ولا على مستوى النشاط البدني. نعم. غادي ننصح دابا غادي نوصلوا باش نبداو في الرياضه ديالنا، درنا لا بريباراسيون غنبداو في الرياضه. الرياضه ما يمكنش غادي نجي انا مازال الدات ديالي ما علمتهاش ونبدا بلا تسخينات، اذا ولا بد من حركات تسخينيه. حركات تسخينيه مهمه بزاف باش الدات ديالي خصها تستعد وخصها توجد شنو خصنا نديرو لها، ما غاديش مباشره انا كنطلق من واحد الدرجه ديال الدقه ديال القلب ربما 60 70 وغادي نعطيها 120، الا غادي نقدر نعطي واحد المشكل للقلب او لانفاركتوس او الا كان الواحد عنده شي مرض القلب وهو ما كانش يعرفو فهنا كنعطيو الخطوره، وهذا للاسف كنشوفوه حتى على مستوى الرياضي الملاعب. نعم. غادي ننصح ايضا الناس اللي كيكونوا كيتناولوا ادويه او لا ربما فيهم شي حريق الراس وكياخذ الدواء، المريض الرياضي ما ياخذش اي دواء دون استشاره الطبيب. وفاش كنهضر على الادويه كنعتقد نهضروا على المنشطات او ما يصطلح غير بالفيتامينات، انا غادي نمارس الرياضه ديالي فبغيت الدات ديالي تاخذ من شنو عطيتها انا هنايا في الماكله ديالها، الا كاين شي فيتامينات طبيعيه مرحبا، الا كنا غادي نعطيو دي فيتامين فمع المده كنعطيو مشكل. وبالنسبه للوليدات الصغار الا كنا من الاول كنعطيوهم واحد الرياضه وكنعطيوهم لي فيتامين فهذوك الوليدات انا كنربيهم على المنشطات وانا كنربيهم على الادمان مع المده. الرياضه مرتبطه بواحد اللياقه بدنيه وبواحد القدرات شخصيه عند كل شخص. غادي نعطر ايضا على التدخين بالنسبه للناس اللي غيمارسوا الرياضه هو كيدخن، اذا الرياضه كتكون فرصه عنده الى بغى يحيد هذا التدخين او على الاقل باغي يمارس الرياضه ديالو ف نحترم واحد ساعتين قبل الممارسه ديال الرياضه ما يكونش كما فيها باش ما كنعطيوش مشاكل قلبيه. فاش كنهضروا على المشاكل القلبيه لان للاسف اخت الدنيا هاد المشاكل وهاد النوبات القلبيه
كتحصد بزاف من الشباب ديالنا، وعندنا احصائيات كبيره. والامراض القلبيه للاسف وصلنا لواحد القيم اللي رجعت هي تقريبا هي الاولى اللي كتصدر اسباب الوفيات عندنا في المغرب. اي واحد كيمارس الرياضه اذا كان كيحس بشي حريق او لا فشي حريق في الصدر ديالو او لا في الجنب اليسار او لا الحريق كيمشي له مع يده ولا كيطلع له لو مونطون جهه الفم ديالو، فمن الاحسن يستشر الطبيب ديالو باش كيدير له واحد التشخيص، ونتمناو الا كان شي مشكل ناخذوه قبل ما نطيحوا في الخطوره ديالو. نعم دائما نقدروا ننصحوا ايضا بالرياضه اللي تكون في الفضاءات اللي مفتوحه كالساحات والحدائق والنوادي اللي فيها الحمد لله هواء اللي كيكون نقي. الناس اللي كيكونوا ربما امراض او لا فيهم نقولوا فيهم السخانه، سورتو بالنسبه للناس السخانه او لا غير ترويحه بسيطه ولا فيروس لا غريب ولا شي حاجه اللي كتبان بسيطه، عاده نحاولوا ما امكن تجنبوا الرياضه، لان هاد السخانه او لا فيروس لا غريب او لا فاش كيكون واحد البروبليم ولو فيرال بسيط وكنا كنمارسوا الرياضه كنعطيو خطوره على القلب وكنعطيو الفرصه لذاك الفيروس باش كيوصلنا للعضله ديال القلب، وكيكون واحد لو ريسك نتاع لوندوكارديت او لا بيريكارديت، وهذا للاسف كيقدر يوصل للموت. نعم بالنسبه كيف نشرنا البارح المرضى ديال لا طونسيون، الناس اللي كيداوي الطونسيون كيف ما اكدنا عليهم البارح الا لقينا لا طونسيون ديالنا اكثر من 18-10 فضروري استشاره الطبيب، ضروري الدواء، ضروري ننقاد لا طونسيون ديالي بالدواء، عاد كومسا ندوز النشاط البدني ديالي. بالنسبه للتغذيه المتوازنه فهذا سي تان بيلي نتاع النجاح لا ديال الرياضيين ولا غير الرياضيين. نعم غير كتبقى ان التغذيه والرياضه واحد الموضوع اللي شي شويه خصنا نطرقوا له بوحدو باش نعطيوه قيمته، لان سواء غادي نهضروا مع الرياضيين او لا غادي نهضروا مع الناس اللي بغاو يتعافوا او لا غنهضروا مع الناس اللي كيمارسوا بالرياضه بطريقه يعني دو لوازير باش ما كنطيحوش في مشاكل. ربما نرجعوا لرمضان باش على الاقل نتفاداو بعض الاخطار في رمضان اللي جاي، ورمضان ديالنا دابا ما بقاش فيه بزاف، رحنا على مشارف العيد. الممارسه ديال النشاط البدني في رمضان بغينا غير نفهموا علاش هاد الكثره على الاقبال ديال الرياضه في رمضان. الا كنت انا غنضعف واحد الجسم ديالي وغنحس بواحد العياء كبير ونقدر نعطي خطوره، سورتو ان الخطوره تاع الهيبوغليسيمي اللي كنهبطو السكر، فاش كيطيح السكر هذا خطوره اللي كتوصلنا للكوما وكتوصلنا بعض الاحيان حتى للموت. نعم فهنا كنعتقد غنصدقوا مضيعين واحد النهار وغنصدقوا الناس مفطريننا، وانا لا انا بالصيام ولا انا بصحتي مزيانه. بالنسبه لي انا بديهي انني نقول ممنوعه قبل المغرب، ممنوعه على طول النهار. الرياضه في رمضان كنصحوا بها من بعد الافطار، من بعد وجبه الافطار، ولكن على اساس هذه وجبه الافطار تكون خفيفه كيف ما طرقت لها الاختصاصيين ديال التغذيه اللي كانوا سبقوني في هذا الشهر المبارك. اذا كنعتقد خصني واحد الوجبه ديال الافطار اللي تكون متوازنه وفيها الفيتامينات وتكون خفيفه وما فيهاش مواد دسمه بزاف، وموراها نمارسوا الرياضه ديالنا، وصلاه التراويح في حد ذاتها راها رياضه الحمد لله. بالفعل دائما كنصحوا المرضى او الناس بصفه عامه نمارسوا الرياضه في وسط واحد المجموعات. علاش غنمارسوا في المجموعات؟ لان الرياضه خصنا واحد الاستمراريه، لان فاش كنشوفوا شي واحد كتجتهد اكثر كتقول هذاك دارت انا خاصني ندير، فاش كتكون بوحدك كي ربما كتعجز بطبيعه الحال. لان حنا بغينا هاد التشجيع، بغينا حنا في حد ذاتنا نشجعوا على هاد الرياضه، لان الناس قبل كيكون ما قادر شيء وبالنسبه ليه غيزيد واحد الوقت اخر اللي غيدخلوا في واحد البرنامج يومي. الوغ فاش كنبداو الرياضه كون متيقنا اخت دنيا ان راك صعاب عليك انك تحبسها من بعد، لانك تكون انت كتحس بواحد الشعور وهذاك هو الوقت اللي كتخصو الذات والجسد ديالك بوحدو، هذاك هو اللي كتربح معاك ذاتك كامل. بالنسبه لينا اذا في رمضان كان نعتقد اننا علاش ايضا من بين الخطوره اللي كتكون عندنا هي الماء، كيكون خطوره تاع لا ديزيدغاتاسيون. رياضي او واحد غيمارس للرياضه قبل المغرب وفي هذه الحراره هذه اللي كاينه دابا ذاته ما فيهاش شيء مصادر الطاقه وما عندنا شيء الماء وفيه العطش، شنو غادي نعطيو؟ غنعطيو واحد لا سوفرونس كنعتقد للذات ديالنا، لان ذاتنا كمصادر الطاقه كما طرقنا لها في الحلقات الفايته كتاخذ الطاقة ديالها من السكريات من موراها كدوز للدهنيات، ولكن في مع 12 ساعة ديال الصوم غادي ربما غنكون سالينا السكريات وغنكونوا سالينا الدهنيات. الناس كيديروا الرياضة قبل المغرب، إذا شنو بقى لنا ديك الساعة؟ الذات غتاكل في البروتينات، وهذا هو الخطر اللي خصنا نشيروا له. فين كنلقاو البروتينات؟ راه كنلقاوهم في الأعضاء ديالنا، راه في الكبد ديالنا، راه في الكلي ديالنا، وفي العضلة ديالنا.
اذا شنو كيكون واحد الرياضه اللي ربما غنحسوا براسنا ضعافينا، ولكن ضعافينا بجوج حوايج خصنا خصنا نخليوهم، ما كانش خصنا نهبطوهم. لا هو الماء بالنسبه للماء، لان كنزيد نعرق وكنزيد نشف راسي، دونك سي لا ديزيدغاتاسيون. وحاجه الثانيه هي انني كنكون كليت في البروتينات وعاونت الذات ديالي تاكل البروتينات. كنتوجه للرياضيين ايضا، الرياضيين فاش كيكونوا كيمارسوا الرياضه في هذا الوقت هذا كناكدوا على ان الرياضه مور المغرب، يعني لا نقاش فيها قبل المغرب. الا كان هذا الرياضي ربما من النوع اللي كيهتم بالعضله ديالو، ولا الناس اللي كيديروا لا ميسكولاسيون، او حتى الرياضيين بصفه عامه محتاج القدره العضليه تكون عنده قويه، لان هي من بين الاسس ديال لا بيرفورمانس والقدرات ديالو. نعم هاد الناس هادو الا كنا غادي ناكلوا من العضله ديالنا، فكنعتقد ما كنربح حتى حاجه من الرياضه. كتبقى نقطه اخرى هنا دائما ما دمنا كنخاطبوا الرياضيين، الرياضي قبل رمضان، الرياضي قبل رمضان راه دائما كيكون وصل لواحد القدره واحد التاهيل عنده معين. في رمضان غادي نحاولوا في الاسبوع الاول، ولكن هذا خطاب للرياضيين المتمكنين، في الاسبوع الاول نحاولوا ما امكن نهبطوا تقريبا واحد القياس ديال 30% من المجهودات العضليه اللي مولفين كنديروا. علاش غنهبطوا 30%؟ كنعطيو غير الوقت والذات ديالنا باش كتوقع واحد لادابتاسيون تكيف، لان غادي تدوز الذات غادي نحرموها من الماكله. ما غيكونش حرمان، ولكن الحمد لله هو الصيام ماشي حرمان، ولكن الرياضي كيكون دائما القدرات عنده مرتبطين بالتغذيه وبالطريقه ديال التغذيه ديالو. نعم خصو لابد يكون باش ما نطيحولوش لا ماس ميغ. في السيمانه الاولى لما كتكون لادابتاسيون كنهبطو 30%، من بعد كيمكن له يرجع المجهود العضلي ديالو كيف ما مولف، وليزونترينمون ديالو بالطريقه الطبيعيه. غير دائما الا كان ممكن مور المغرب غيكون حسن. بالنسبه للناس العاديين كناكدوا على ان الرياضه خصها دالنا مور المغرب، وهذا باش كنحاولوا نبعدوا من المخاطر. ومن بين المخاطر اخت دنيا وللاغلبيه ما كنراعيوهاش، هي ان واحد ودار واحد المجهود عضلي وللاسف مور داكشي غيمشي يقدر ياخذ السياقه لا فواتور ديالو غادي يمشي يسوق. هنا كاين خطوره كثيره نتاع السياقه بعد هذا المجهود العضلي وفي الصيام، لان هنا غادي يكون اولا التركيز كينقص، لان الجهد الكليكوز كله طحنوا ما بقى لنا شيء، وفوق هذا الشيء لا ديزيدغاتاسيون اللي عليه راه كيبدا بحال شي دوخه كتبقى كتجي. اذا خصنا نردوا البال حتى من هذه النقطه هذه، ما يفوتناش هاد منا في النصائح. اذا فهذه من بين الحوايج اللي خصنا نراعيوها ونردوا لها البال. نعم هنا غادي نبغي نثير واحد النقطه اخرى ديال ما يمكنليش نكون كنهضر على واحد الرياضه وانا ما عارف شنو الهدف ديالها. نعم شنو بغيت انا اصلا من هذه الرياضه؟ ربما البارح ما كانش كفانا الوقت باش نهضروا على هشاشه العظام. نعم. هشاشه العظام بالنسبه لينا خصنا نعرفوا شنو النوع ديال الرياضه اللي خصني ندير. اي واحد كيمارس الرياضه مزيان فدائما كتكون بالنفع على ذاته. العظم ديالنا والكالسيوم اللي في العظم ديالنا كيكون عندنا واحد سكون ابيل لو كابيتال اوسو، كيكون من الولاده حتى ل 20 سنه كيتوقف التكوين ديال هاد لو كابيتال اوسو. يعني اللي ربحتيه راك ربحتيه. شحال نسبه الكالسيوم اللي عندك في العظم؟ راه ربحتيها. باش غادي نربحوها وباش غادي نغونفورسيوها هي بهاد الرياضات اللي كنسميوهم استاديغ لي سبور دامباكت، او لا الرياضات اللي فوق الارض، او لا القفز، او لا الجري، او لا مثلا الكره، او لا هاد المهم الارض. نعم تري من بعد 20 سنه حتى تقريبا 45 سنه الرياضه فاش كتنفعني؟ كتنفعني باش نحمي هاد لو كابيتال اوسو ونحافظ عليه. شحال ما حافظنا عليه شحال ما غادي يكون مزيان. باش من بعد بالنسبه للمراه سين الياس اذا ما نطيحوش في هشاشه العظام، حتى بالنسبه للرجل من بعد خصني لونتروتيان تاع شنو باقي لي. ولو يكون شخص كبير كنصحوه مثلا بالمشي، وبالنسبه للناس المسنين كنصحو دائما بالمشي وقرعه الماء عنده معاه، ودائما نصحهم انا شخصيا انهم يكونوا هازين معاهم شويه ديال الثقل، ما يكونش كيتمشى وهو ما هز والو. اذا يكون كيتمشى وهز واحد شويه ثقل تقريبا واحد جوج كيلو حتى 3 كيلو باش كنعاونوا شي شويه داك لو كابيتال اوسو، ومنها وميم طون كنعطيو بحال ان رونفورسمون موسكولير. هنا كنقدروا ربما الا كنا راعينا هاد النصائح ولا كنا راعينا استاذ هاد لي نيفو وهاد الاهداف اللي متوخات من كل رياضه، ما كنعتقد ان هاد الرياضه غادي تكون الا بالايجابيات وغتكون الا بالمنافع على الذات.
الوحدات كاملة. نعم أكيد، تبارك الله عليك دكتورة إلهام المرضي أخصائية في الطب الرياضي بالمركز الصحي الحي الإداري تلال بمكناس. شكرا على التوجيهات اللي استمعناها اليوم، فمازال إن شاء الله يوم غد غادي نتكلموا على أشياء أخرى. معنا الدكتورة إلهام المرضي اللي كتفيدنا وكتوجه لنا مجموعة من النصائح، غادي نستفدوا منها شيء الكثير، ومازال إن شاء الله من بعد رمضان غادي نستضيفك في حلقات وحلقات حتى نستفدوا أكثر. فشكرا ليك.